هل القيام للعالم لتقبيل رأسه يعد هذا من الأمور التي ورد فيها نهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق وأعلم الأمة ما كانوا يقومون له إذا جاء عليه الصلاة والسلام، بل كان يأتي ويجلس ولا يقومون له، كان يكره أنهم يقومون له عليه الصلاة والسلام، إلا مسألة إذا جاء من سفر، إذا جاء من سفر وقاموا يسلمون عليه فلا بأس، أما بالمجالس العادية فالأحسن والأفضل أنهم ما يقومون بل يجلسون.